الحرية. رحبت الصين على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوان شويينغ اليوم خلال مؤتمر صحفي برفع تصنيفها لبيئة الأعمال بتقرير بيئة الأعمال العالمية لعام 2020 الذي تم إعلانه من قبل البنك الدولي. وأضافت هو أن هذه الخطوة تدل على أن الصين تعمل على تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح وتحسين بيئة الأعمال بجد واجتهاد، وحققت موجزات وتقدما ملحوظا حظيت باعتراف واسع من المجتمع الدولي، وهذه النتيجة هي تصويت بالثقة على الإصلاح والانفتاح والآفاق الاقتصادية في الصين. كما أنه في سياق التباطؤ الحالف الاقتصادي العالمي وزيادة عدم اليقين، كما أن هناك مغزى إيجابي لتعزيز ثقة السوق. وأصدر البنك الدولي تقرير بيئة الأعمال العالمية لعام 2020 حيث ارتفع تصنيف الصين بيئة الأعمال العالمية إلى 31 في هذا العام بعد رفعه من 78 إلى 46 خلال العام الماضي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن الحكومة التركية أبلغت أمريكا بأنها ستوقف هجومها في سوريا بمحافظة على قطع دائم لوقف إطلاق النار. وأعلن ترامب في تصريحات للبيت الأبيض أنه أصدر توجيهاته لوزارة الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت على أنقرة في 14 من شهر أكتوبر ما لم يحدث شيء لا ترضى عنه واشنطن. بدأت الشرطة العسكرية الروسية يوم أمس تسيير دوريات في المنطقة الآمنة المتفق عليها شمال سوريا وفقا لمذكرة تفاهم وقعتها روسيا وتركيا. وقد أوضحت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قافلة الشرطة العسكرية الروسية وصلت إلى مدينة عين العرب شمال سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا. وكانت روسيا وتركيا قد اعتمدتا يوم الثلاثاء الماضي مذكرة مشتركة بشأن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا وانسحاب القوات الكردية خلال 150 ساعة إلى عمق 30 كيلومتر من الحدود التركية السورية باتجاه الجانب السوري، فيما تبدأ القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في منطقة عملية نبع السلام حتى عمق 10 كيلومتر شمال سوريا باستذلاء مدينة القامشلي. تواصلت الاحتجاجات في لبنان اليوم.